انا عرفت المايه جايه منين. لا في نافوره هناك. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. اليوم رانا قدام استاد البيت كل شيء اخضر. خرافي بدون اي مبالغة. لعب خرافي. انا قبل ما ندخلوا لداخل راكم تشوفوا ها البط. شجر كاتبين واحد العفايس غنشوفو واش مكتوب فيهم. الاسم تاع الشجرة و النوع تاعها الطراقد والأمان. ندير كولو غادي نصور برك. كان رائع 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 رائع. قول راك في هذيك تاع تيلي طابيز. شوف ما كان رامي القمامة كيف داروه. شوف كيف داروه، باقي شغل الشجرة قطعة هنا يرميو لابوفيل. يمكن الريح كان رائع.
هذا البيت كما لم تروه من قبل. راكم معنا قناة المهندس المعماري. تشوفوا الأجواء، هذا الصطاد راح يكون فيه حفل افتتاح. هذا يا كما يقولوا وادي اصطناعي. كل شجرة داروا لها الاسم تاعها والتعريف تاعها كما يقولوا الفصيلة تاعها. كما هذه هذا الستر، هذا معروف عندنا هنا يعني. هذه الزومبي، احنا نقولوا له الزومبي. بعض الورود طريقة السقي كملوا الجولة تاعنا في هذه التحفة. شباب بزاف هكذا خوتي الفيديو القادم من داخل الملعب. شكرا لكم على المتابعة. أبونيو عاونونا.